شريف بالمنيا. مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا. حضرتك كنت مهاجر في استراليا مش كده؟ افتكر كده. ايوه. رجعت امتى من السفر؟ يعني في حدود 3-4 اشهر كده. لا يعني يوم ايه بالظبط؟ يوم ايه بالظبط مش ممكن افتكر طبعا، بس اكيد مكتوبه في الباسبور. طبعا مكتوب على الباسبور. مع سيادتك الباسبور؟ لا الباسبور نسيته في البيت. طيب. قصدي يعني في اللوكاندا. طيب البطاقة؟ بطاقة؟ معيش بطاقة، مش ممكن، استراليا بقى. شريف بيه، تسمح تفضي كل اللي في جيوبك؟ طبعا لو سمحت. مفيش حاجة في جيوبي يعني، الحقيقة مفيش حاجة كتيرة يعني. خلاص؟ أيوه. تسمح؟ إيه ده؟ مش دي بطاقتك يا شريف بيه؟ بطاقة مزورة يا عنتر بيه، مش دي صحيفة السوابق بتاعتك؟ الفيش والتشبيه بتاعك، ودي صورتك. بالبطالة. مظبوط. ها؟ أيوه. 5 أحكام نصب على السيدات يا شريف بيه، قصدي يا عنتر بيه. ممكن تتفضل معانا؟ أوي ما أنا أصلي متعود على الحكاية دي. اتفضل. متشكر. آخد حاجتي ولا أسيبها؟ اتفضل خد حاجتك. ميرسي. مش أنا اللي بلغت. محدش بلغ عنه يا هانم، إحنا كنا مراقبينه من زمان. تحبي حضرتك تيجي معاه؟ لا أنا ما أروحش معاه ليه؟ يا ربلي يا جبانة، انا ما اروحش معاك. روح انت، انا هجيب لك المحامي واجي، ما تزعلش. حلاوه جايبه لك وكله سجاير. السلام يا شاويش. ايوه مدام الهام. ايوه نزيز يا مدام الهام، اسمعيني بس، انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. هقولك خبر مهم جدا. الو معين يا مدام إلهام؟ نعم أنا جايبالك خبر خطير. عنتر اتقبض عليه. عنتر؟ أيوة. عنتر مين؟ شريك. وعلى فكرة ما اسموش شريف المنياوي، ده نصاب سيدات، يعني شغلته إنه ينصب على الستات. مش كلامي أنا، ده كلام السجن اللي دخله 5 مرات. وعلى فكرة كان زميل نبيل في زنزانة واحدة وخد منه كل السر وخرج بره علشان يدور على الفلوس، وكل الوقت ده كان بينصب عليك علشان ياخد فلوسك انت كمان. واتقبض عليه امتى؟ النهاردة. بس انت من زمان بتقولي له يا عنتر. بصراحه انا كنت عارفه كل حاجه، بس هو كان مسكتني علشان موعدني يديني 65,000 جنيه، يعني نص الفلوس. وطبعا المبلغ ده مش يسكتني وبس، ده يقطع لساني من اللي غليغه. ليه كل ده يجراني؟ ليه مدام الهام؟ احمدي ربنا ان هو انكشف وما خدش اللي وراكي ولا اللي قدامك. الهام، دلوقتي ما قدامكيش غيري انا وبس، يعني نقدر ننسى كل اللي فات
نتكلم مع بعض بصراحة ونتفق مع بعض وما ندخلش بيننا راجل. راجل واحد ما يدخلش بيننا. تسمعيلي؟ تسمحيلي اولع السيجارة؟ أنا فتحت لك قلبي وقلت لك كل اللي فيه. افتحي لي انت بقى مره واحده قلبك وقولي لي كل اللي فيه. فلوس كمال مش ممكن هنقدر نصرفها في مصر، مش ممكن طبعا. الغنى هيبان علينا والبوليس يقبض علينا. ومش ممكن طبعا كمان هنخبيها هنا، لان احنا سارقينها مش علشان نخبيها، مش كده؟ يبقى احسن حل ان احنا نهربها خارج مصر خالص، وساعتها مفيش حد ليه عندنا حاجة أبدا. إيه رأيك في الحل ده بذمتك؟ حلو. اتفضلي. اتفضل. اوكي. بس عايزه اقول لك حاجه يا الهام، بكره هتندمي وتقول يا ريتني سمعت كلام زوزة. باي باي. يا صفاء الاخري كده. مساء الخير. روحي شوفي شغلك. هو صحيح مش خير قوي، انما الواحد بقى لازم يقول كده مساء الخير. انت ايه؟ اتجننتي؟ هو صحيح خبر يجنن. حصل ايه؟ مش تعزي حبيبتك؟ وبعدين معاكي؟ اصل حبيبها اتقبض عليه. شريف بيه. شريف بيه رجل الاعمال المهم طلع نصاب خطير. راح له البوليس المكتب وقبض عليه. معرفش بقى اذا كان البوليس عارف لوحده ولا حد قال له. الله اعلم. ومين قال لك الكلام ده؟ زيزي. كل المصايب تيجي من زيزي. نور، عشان خاطري ابعد عن الست دي. الست دي شوق اتجوزت كمال، اتقتل. حبت شريف طلع نصاب واتقبض عليه. مين عارف لو انت فضلت معاها هيحصل لك ايه؟ الو الهام، ايه حكاية شريف؟ صحيح طلع نصاب واتقبض عليه؟ الهام، وبعدين معاكي وانت هتفضلي تعيطي كده طول عمرك؟ الو الو زيزي، ممكن تجي لي شويه من فضلك؟ صباح النور يا مدام زيزي. ايه اللي جابك تاني؟ امال عايزين اروح فين يعني؟ تفضل في السجن. ايه؟ بتهمة ايه بقى؟ تزوير البطاقة. اه
لا انا عايز اريحك بقى، هي فعلا بطاقه مزوره بس انا ما استعملتهاش في اي اوراق رسميه، يعني مفيش قضيه. طب بس بقى، لان انا سامعاك بتقول للضابط انك اسمك شريف المنياوي وانك لسه جاي من استراليا. انا مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت طبعا. انا سامعاك متصنطة عليكوا برا وسامع كل الكلام بوداني. يبقى سامعك تقل. هو سألني فعلا انت اسمك شريف المنياوي؟ قلت له افتكر كده. قال لي انت كنت مهاجر في استراليا؟ قلت له تقريبا كده. يعني ما اديتلوش اي اجابات واضحه ولا اجابات صريحه، عومته يعني. انا اصلي افهم في القانون كويس، خبره بقى. خبره مسيرك تقع باذن الله. ما افتكرش، طول ما انت راضيه عني ما افتكرش ان انا هقع ابدا، وانت راضيه عني مش كده؟ حتى لو اعترفتي لي انك انت اللي بلغتي البوليس عني. لا انا ما بلغتش بوليس، مش انا. انت متاكده؟ طبعا متاكده. اولا لا يمكن ابلغ عنه لاني انا محتاجاك تقف جنبي. يبقى لازم اللي بلغ البوليس هي بقى. هي مين؟ القاتله. لما حست ان انا بقرب منها حبت تخلص مني. ايوه بس لو ما خلصتش دلوقتي بسرعه هتيجي في يوم وتخلص منك. ازاي؟ هتقتلني؟ طبعا. هي حاجه جديده عليها، ما هي لسه قاتله واحد قبل، سهل قوي انها تقتلك. بس انا بقى رقبتي فداك يا عزيزي. يا سلام، ده ايه الكلام الجميل ده؟ ما سمحتوش بقالي مده. لا ده انت هتسمعيه كتير قوي من هنا ورايح لغايه لما نخلص. يا انا اخلص عليكي يا انت تخلصي عليا. يا هي تخلص علينا احنا الاثنين. قصدك فريال؟ نعم. اي خدمه؟ دي مقابله تقابليني بيها يا ليلى. احنا من امتى بنتكلم من على السلم؟ من كتر المصايب اللي حصلت لي منكم الدكتور منعني اقابل اي حد وخصوصا انت. بس انا جايبه لك خبر مهم جدا، ده عرفك وعرف اسمك وعرف مكانك كمان. وجاني هنا وكان هيقتلني. عنتر؟ لا جوزي. انا بكلمك عن عنتر، انا معرفش عرف اسمك ازاي. هو ده بقى اللي تخافي منه، ومعرفش ايه اللي ممكن يعمله معاكي. وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ طب افتحيلي عشان نتكلم. قلتلك ما اقدرش، الدكتور قافل عليا بالمفتاح. طب اسمعيني كويس خالص، انت لازم تسيبي البلد وتمشي من هنا. انت ممرضه كويسه قوي وممكن تشتغلي في اي بلد تروحيه، وتهربي من جوزك المجنون وعنتر النصاب، ولما الدنيا تهدى تبقي ترجعي. وانت ايه مصلحتك في كده؟ انا بدور على مصلحتك انت الاول، مالكيش دعوه انت بمصلحتي. انا برسم حاجه في مخي مش مهم تعرفيها. طب بس انا هسافر ازاي؟ ده باسبوري مكتوب فيه زوجه، يعني لازم موافقه الزوج عشان اسافر. ما تخافيش انا هحللك المشكله دي، هطلع لك باسبور تاني علشان تسافري بيه. يعني ايه باسبور تاني؟ يعني باسبور مش بتاعك، باسبور مش حقيقي. مزور يعني؟ انت مالك انت بالبساطه دي؟ هي مش بسيطه بس انا هعملها. زيزي انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاهم يمسكوني في المطار عشان تخلصي مني؟ ما تخافيش يا حبيبتي، انا هكون في المطار معاكي علشان تطمني، بس لازم تتصرفي دلوقتي قبل ما يجيلك. ما هو جاني وسالني عن فريال، طبعا انا ما قلتلوش حاجه. شفتي مش قلتلك مش هيسيبك ابدا، ده نصاب خريج سجون.
بيع روح. وإيه مصلحة زيزي إنها تساعدك كده؟ تطلعلك باسبور مزور وتسفرك بره، إيه مصلحتها؟ مش قادرة أفهم يا دكتور، أنا مش عايزة أفهم، المهم أخلص من المصايب اللي أنا عايشة فيها دي بقى. تفتكر أقدر أعيش بره يا دكتور؟ أنت خبرتك في التمريض من قبل ما تتجوزي، ودلوقتي تخليكي تعيشي كويس قوي في اي مكان تروحي له، بس اياك تكون البنت دي صادقه في كلامها. هي قالت هتطلع معايا المطار عشان اطمن. الحقيقه يا ليلى، بعد اللي حصل من جوزك ليله امبارح اقول لك سافري. يعني ايه بقى اللي هيجرالي لو سافرت اكتر من اللي جرالي من جوزي؟ ده ربنا وحده هو اللي عمى عني يا دكتور، وإلا كان زماني دلوقتي ميتة. اتكلي على الله وسافري. مالك يا إلهام؟ نسيتيني بسرعة كده؟ نسيتي شريف؟ يا ريتك كنت شريف، يا ريت. ولا أنا مين؟ انت عنتر، عنتر نصاب السيدات وخريج السجون. الله الله الله، هو ما فيش حاجه ما قالتهالكيش؟ ليه خبيت عليا؟ ما انت كمان خبيت عليا. انا خبيت ايه؟ اولا فهمتيني انك ما كنتيش عارفه ان كمال سرق الفلوس، مع اني كنت عارفه كويس قوي. كنت عارفة من سلوى لما جت تزور كمال وهي معاها الجورنال اللي مكتوب فيه ان شريك نبيل اتضرب بالرصاص وهرب. سلوى كانت فاكرة ان كمال نايم جوه عيان، مع انه كان نايم ودراعه مربوط. صح الكلام ده؟ حاجة تانية كمان، كمال اختفى 10 ايام وانت كنت معاه في ال10 ايام دول، ولما خف رجعتوا سوا. صح الكلام ده؟ الحاجة التالتة بقى انك كنت طالبة الطلاق، ولما عرفت ان الحكاية فيها 130,000 جنيه صهينتي عن حكاية الطلاق دي. انا خبيت عنك حاجة واحدة بس، ان اسمي عنتر، انما شوفي انت بقى خبيتي عني ايه كل ده، يبقى اسمه ايه ده؟ لا بلاش، انت بلاش تتهمني ارجوك. البوليس اتهمني، معلش نور اتهمني زي بعضه، زيزي كمان ممكن تتهمني، لكن انت لا. انا بحبك. ايوه بحبك من كل قلبي. تطلع عنتر، تطلع شريف، مش مهم. انا لما اتجوزت كمال كان راجل شريف وانتهى حرامي. مستعدة المرة دي اتجوز واحد حرامي، وانا متأكدة ان انا هعمل منه راجل شريف. ده صعب قوي يا الهام. لا لا مش صعب ولا حاجة، انت بس ابعد عن الوهم اللي انت عايش فيه. دي مش شغلتك، دي شغلة البوليس. انا خايفة، خايفة عليك. يا ايه؟ يا عنتر، اسمي عنتر. خايفة عليك يا عنتر. خايفة عليا من ايه؟ حاسة ان حياتي في خطر يعني؟ ايوه، اللي قتلت كمال ممكن تقتل اي شخص تاني عشان تحافظ على سرها وعلى الفلوس اللي سرقتها. انما انا ابتديت اصدق انك فعلا خايفة عليا وبتحبيني. ايوه بحبك، بحبك من كل قلبي. ايه يعني غلطت مره واحده في حياتك؟ هي مره واحده بس يا الهام، دول 5 مرات، 5 سوابق ب5 مرات حبس. معلش انا متاكده انك لو ابتديت من الاول وانا واقفه جنبك
هتبقى راجل شريف. ايه اللي بتقوليه ده؟ ابتدي تاني من الصفر؟ وليه لا؟ واسيب ال 130 الف جنيه؟ ما تخليش الطمع يعمي عينيك. طمع ايه؟ كان بودي اللي بتقوليه ده، لكن مستحيل. ليه؟ ليه مستحيل؟ لاني خلاص قربت اوصل للقتله. تاني؟ لا مش تاني، اخر مره. هي مين؟ فريال. صورتك واسمك. ده الباسبور اللي طلعهولك كمال، قصدي المرحوم كمال، قبل ما يموت علشان تسافري بيه معاه. مفيش داعي نعيد الذكرى دي بعد كده. انت دلوقتي هتسافري وهتشتغلي كويس، اي بلد هتقبلك لكفاءتك كممرضة. اتكلي على الله وشوفي مستقبلك من غير ما حد يجري وراكي ولا يطاردك، وسيبينا احنا بقى للهم اللي احنا فيه. خدي. خلي بالك من نفسك. ودي 1000 جنيه يا ليلى هتحتاجيهم لحد ما تلاقي شغل، واذا احتاجتي اي حاجه تاني اكتبيلي. باسبور جديد ده، حضرتك اسمك ايه؟ فريال. لا اسمي ليلى، ليلى عبد الواحد. امال ايه فريال دي؟ لا ابدا، ده اسم الدلع. مالناش دعوه بالدلع يا انسه. ليلى مش انسه برضو؟ ايوه. اول مره تعملي باسبور؟ ايوه اول مره. شغلي ولا طالعه اشوف الدنيا؟ مع السلامه، ربنا معاك. أنسة ليلى عبد الواحد، أنسة ليلى عبد الواحد، تفضلي على باب الطيارة من فضلك. أنا ليلى عبد الواحد، في حاجة؟ تفضلي يا فندم. نعم اتفضلي، عايزين حضرتك برا. مش عارف أقول لك إيه يا ليلى. قول أي حاجة يا دكتور، أنا خلاص ما بقتش متحملة. في ايه؟
فانا مش عارف اقول لك ايه، اقول لك البقيه في حياتك ولا اقول لك مبروك؟ يعني خلاص ما عادش حد بيهددني، انا بقيت حره، ما عندش اخاف. وده باسبورك الاصلي يا فريال اهو. يعني ده خلاص ملوش لازمه؟ ولا في لازمه كمان انك تسافري. مبروك يا عنتر بيه. الله يبارك فيك. اكيد جايب اخبار تعكنن. انا عندي الاخبار اللي ما بعدها اخبار، ان سيادتك ترحل من هنا وتستلقط رزقك برا زي ما كنت بتعمل وانت نصاب سيده. انا عايز اشكرك جدا على اهتمامك بيا وبمستقبلي، بس ارجوكي بقى تقولي الاخبار اللي عندك وتسيبيني انا اتصرف في مستقبلي. فريال طارت والفلوس طارت. لغايه هنا كويس قوي، نكمل بقى الخبر. انا كنت عارفه ان اللي قتلت كمال اسمها فريال. يا سلام. وسبق قلت لك ان انا عرفتها كويس قوي واتفقت معاه علشان اخد نصيبي منها واسرسب فلوسي الف في الف، فاكر؟ فاكر. وبالأمارة فتحت مرة شنطتي فلقيت فيها الف جنيه، فاكر؟ فاكر. وبالأمارة كمان لطشت منهم 500، فاكر؟ فاكر. هي دي بقى الألف جنيه اللي أنا سرسبتها من فريال. تحب تعرف فريال دي مين؟ أحب. فريال دي الممرضة، بس كانت متنكرة في اسم ليلى علشان ما تتكشفش. وبعدين؟ ولا قبليه طارت على استراليا زي ما واحد صاحبي جه من استراليا. ايه ادي حال الدنيا، واحد يجي من استراليا وواحد يروح استراليا. طب اللي جه من استراليا ده وعرفناه نصاب، انما بقى اللي راح استراليا ده يبقى مين؟ ها؟ انطقي يا زيزي. زيزي انطقي بقول لك. الفلوس فين؟ ها؟ ما انت تقولي لي الفلوس راحت فين؟ اي عنتر. ياخد الفلوس ياخد روحك. عنتر الفلوس انا ما اعرفش عنها حاجه، ما كنتش مصدقني. تعالى روح الدكتور عوني نساله. الله، هو الدكتور عوني كمان دخل في اللعبه؟ لا هو ما يعرفش حاجه، هو وصلها للمطار بس. ساتر عليك، وصلها للمطار لكن ما يعرفش ان هي اللي قتلت كمال ولا خدت الفلوس. طب اتفضلي بقى حضرتك قدامي، رجلي على رجلك. اتفضلي. انا فريال، مش عارفاني. انا فريال عبد الواحد استاذ عنتر. انا فريال، انا سمعت انك بتدور عليا. اتفضل اتفضل.
اتفضلوا البيت امان. طبعا انتي مستغربه انا لابسه اسود ليه؟ اصل جوزي مات الله يرحمه. صحيح كان بيني وبين جوزي زي ما انتي عارفه، انما مهما كان ده جوزي ولازم البس عليه الحداد. برضو المشاعر الانسانيه فوق كل شيء يا مدام زيزي، ولا انتي ما عندكيش فكره عن المشاعر الانسانيه؟ فريال انتي من فضلك، طول المدة اللي فاتت وانتي بتتكلمي وانا بسمع مش قادرة اتكلم، دلوقتي من حقي انك تسمعي وانا اتكلم، وممكن اكشف حاجات كتير قوي. استاذ عنتر انا متأسفة جدا، انت جيت لي قبل كده وما قدرتش افتح لك الباب، الدكتور عوني كان قافل عليا بالمفتاح. عنده حق، الدنيا مليانة وحوش ادمية، لكن دلوقتي خلاص ما عدتش اخاف من حاجة وممكن اواجه الوحوش، ولا ايه يا مدام زيزي؟ انا عندي سؤال واحد بس، انت في ريال اللي ايوه انا في ريال، كمال كان بيهلوس باسمي وهو نايم، انا كنت متنكره في اسم ليلى لاسباب هتقولك عليها بعدين مدام زيزي. كلمه واحده بس احب اقولها، انا خلاص بطلت اتعامل مع الوحوش الادميه، وكمان ما احبش يبقى لي صله بالنصابين واصحاب السوابق، فاذا كنت بتدور على الفلوس الحرام دور عليها بعيد عني. وانت يا مدام زيزي الفلوس اللي خدتيها مني دي كمان فلوس حرام، لانها عمليه ابتزاز حقيره، ده عرقي حرام عليك. كمان كمان ايه؟ 1000 جنيه اللي خدتهم منها ما انت لاهي في نصهم. الله، اما بقى انت يا عنتر بيه، فاذا كنت بتدور على اللي قتلت كمال فمدام زيزي تقدر تفيدك اكتر مني في الموضوع ده. اسألها ليه كانت عايزة تسفرني برا البلد؟ اسألها ليه طلعت لي تذكرة طيارة على حسابها؟ اسألها ليه طلعت لي باسبور مزور؟ عن إذنك. أهو. ادتهولي قدام الدكتور عاون. اسألها ليه طلعت معايا المطار بنفسها عشان تطمن عليا ان انا سافرت. كل دي طبعا حاجات لازم تقولها لك هي بنفسها بينك وبينها. اما بقى موضوع الجواهرجي والتليفون اللي جاله ده، فانا ليا كلام تاني مع النيابة لما يتفتح التحقيق، زي بالظبط التليفون اللي جالك قالت لك فيه ان الهام هي اللي قتلت كمال، فاكر؟ ايوه فاكر. فاكر التليفون ده؟ فاكره. مين اللي كلمتني يا فريال؟ الهانم اللي قاعده جنبك هي اللي كلمتك. ايه؟ انا؟ هي اللي اتصلت بيك بس بايدي انا، وهي برضو اللي اتكلمت بس بصوتي انا. فانت ليه بقى بتظلم الهام؟ اما بقى موضوع السرقه والقتل والحاجات دي انا ماليش دعوه بيها، انا ممرضه يعني ملاك رحمه مش شيطانه قتل.
ارجوكي ارجوكي يا فريال توضحي لي اكتر. مع السلامة. طب حاولي تفهميني. مع السلامة. ايه ده؟ انا اصلي عازمك على سهرة. سهرة ممتعة. زي ما قالت فريال بالظبط، بيني وبينك. اتفضلي. اسمعني. اتفضلي. خلي النور مطفي. حاضر. تعالي، هي رايحة فين؟ انا شوفي بقى يا زيزي، بقى احنا الاثنين دلوقتي وشنا في وش بعض. انا عايزك تشرحي لي وتوضحي لي كل اللي قالته لك في ريال من غير كذب ولا لف ودوران، وتفضلي تتكلمي لغايه لما تقولي لي كل اللي عندك. اتفضلي، انا بسمع. تعالي هنا، رايحه فين؟ انا هجيب سيجاره. انا اللي هجيبها لك، اقعدي هنا. سكت. ميرسي. أولاً. أيوه. أولاً أنت بتلعب بالنار كتير قوي، وخلي بالك عشان النار دي هتحرقك. أنا الكلام ده بقى سمعته قبل كده كتير، يعني مش جديد عليا. إذا كنت فاهمة إنك أنت بتلعبي بأعصابي فأنا أعصابي زي الحديد. إذا كنت أنت قاتلة فأنا بقى خريج سجون زي ما انت عارفة. بس الحاجة اللي انت متعرفيهاش ان انا ممكن اتحول لقاتل في لحظة واحدة. يعني تسيبك بقى من اولا دي وخلينا نبتدي في ثانيا. ثانية. ايوة. انا اللي صفرت فريال او حاولت ان انا اخليها تسافر. ازاي ديت ما سافرتش؟ مش عارفة. وحاولت تسفريها ليه؟ لازم تعرف يعني؟ ايوه لازم اعرف. ما انا لو قلت لك يبقى خلاص المولد انفض خلاص، والفلوس راحت وضاعت، وكل اللي انا عملته يبقى راح على فشوش خلاص. يبقى عشان كده مش لازم اقول لك اي حاجه. انا قلت ما تقوميش. ايه ده؟ لا ده ظلم. ده ما تقوميش لغايه لما اعرف منك كل حاجه. في حاجه عايزك تعرفيها مهمه جدا. الباسبور المزور اللي معايا ده لوحده من غير جريمة قتل كمال ممكن يدخلك السجن لمدة 10 سنين. مفيش دليل عليا ان انا اللي اديتها الباسبور. لا، في شاهد، الدكتور عوني. القانون بيقول شاهد واحد ما يكفيش. بس في بقى شاهد تاني. انا. يا سلام يا سلام، انا كنت فاكره ان انا وانت مع بعض، مش انت ضدي. لا، انا ما بقتش معاك خلاص، بشتغل ضدك. ليه؟ لانك انت خلاص الشركه انفضت. الشركه انفضت، انفضت من زمان، انفضت بسبب انانيتك. طيب لو انا جبت لك الفلوس دلوقتي توعدني انك ترجع الشركه تاني؟ لا، ما اقدرش اوعدك بحاجه زي كده. ايه هو اللي لا؟ بقول لك لا، ما اقدرش اوعدك بحاجه زي كده. ليه؟ لانك غداره. طيب اوعدني وانا المره دي مش هغدر بيك، هروح اجيب الفلوس ونقسمها سوا، انت تاخد النص بتاعك وانا النص بتاعي، وكل واحد بقى يروح لحاله بقى ونخلص. برضو لا، ما اقدرش اوعدك بحاجه زي كده. انا مش مستنيه وعودك. لا
لان انا هروح وياك عشان نجيب الفلوس رجلي على رجلك، وهناك لما اديلك الفلوس عارف لو غدرت بيا مش هتتصور ايه اللي هيحصل لك. انت عارف ايه اللي هيحصل؟ طب بس هي فين الفلوس؟ الهام قتل الكمال وخدت شنطة الفلوس كلها وادتها النور عشان يخبيها لها. فين؟ ما احنا قلنا هنروح سوا. امتى؟ الساعة 12 بالليل نيجي هنا اهوت نتقابل عشان نروح نجيب الفلوس. يلا بينا. عادي. بس مش هتخرجي من هنا لغاية الساعة 12 بالليل، مفهوم؟ هاتي. اجيب ايه؟ المفتاح. مفتاح ايه؟ مفتاح المكتب. ياه عادي، هنا رايحة فين؟ ايه؟ هجيب لك المفتاح، ما هو في الشنطة. تقولي شايلة مسدس ولا حاجة؟ ما هو الاحتياط واجب حقيقي، ما اثبتش انك انت القاتله، لكن الاحتياط واجب. انت بقى مش هتخرجي من هنا لغايه الساعه 12 بالليل، انا هقفل عليك المكتب بالمفتاح. الا بقى اذا كنت تحبي تنزلي على المواسير، ها، زي الحراميه. وليه بقى؟ هبقى انا وانت. تصبح على خير. يبقى لمي حاجتك. ايوه انا خلاص هنخلص منه الساعه 12 بالليل. بقول لك ايه، هو ده بالظبط. هو ايه ده اللي بالظبط؟ هو ده المسدس اللي اتقتل بيه كمال. لا، هو ده المسدس اللي هتتقتل بيه انت لو ما جبتليش الفلوس وجيت على هنا فورا. اي تعليمات تانية؟ زي ما قلت لك قبل كده، اسهل طريق لدخول المحل من الشباك اللي على السلم. اي تعليمات تانية؟ سيب المفاتيح هنا، يمكن اضطر اجري وراك بالعربية لو هربت مني. Yeah.
مساء الخير يا عنتر. مساء الخير يا استاذ عنتر. انت يا بنت انت ايه حكايتك معايا؟ اروح المغاره تيجي ورايا، اجي هنا تيجي ورايا. انت بتشتغلي حساب مين؟ كل ده مش كويس عشانك. بس يا حرامي. اتفضل معانا لو سمحت. طب اسمح لي اجيب الجاكيته؟ قوي. كويس، جيت لغاية عندي. البيه فين؟ البيه فين؟ من الصبح بقول البيه فين؟ البيه في زيارة. زيارة فين؟ في اللومان. اصل المساجين وحشوه قوي، فقال يعمل ثواب ويروح يزورهم، وبالمره يقعد هناك سنتين ثلاثه. يا مدام زيزي انا بتكلم جد، ما بهزرش، انا عايزه اعرف عنتر بالظبط راح فين. ما تروحي تزوريه، ما انت متعوده على مروح السجون. روح هتلاقيه هناك مسجون احتياطي لحد ما يتحكم في القضيه. بتتكلمي جد؟ طبعا. اصل ظبطوه وهو بيسرق من محل الكوافير بتاع نور فلوس. معقول؟ معقول عنتر يعمل كده؟ اصله عرف ان الهام قتلت كمال وخدت الفلوس وادتهم لنور عشان يعينهم في الخزنه. فلما عرف كده راح المحل علشان ياخد الفلوس. الهام عرفت منين انه راح اليوم ده؟ هوت ما تعرفيش. اعرفش عرفت ازاي. فبلغت البوليس. فعملوا له كمين وظبطوه وهو متلبس. مجرمه الخاينه. مستغرب البنت ديت عايزه ايه؟ عايزه ايه مننا؟ قتلت كمال وبعدين سجنت عنتر وبعدين مغلبه نور وياها. انا مش عارفه هتوصل لايه. زيزي واحنا هنقعد ساكتين كده؟ ايه يعني مش هنعمل لها حاجه؟ هنعمل ايه؟ انت بتقولي ايه؟ احنا في ايدينا ايه؟ احنا ستات غلابه جدا، ايه اللي في ايدنا نعمله؟ يا
خسارة، خسارتك يا عرنر، خسارة. كان راجل، راجل ولا كل الرجالة، كان شهم. على فكرة يا زيزي، أنا أسفة جدا عشان هنتك لما جيتي لي الكافتيريا آخر مرة. بصراحة كده بدون زعل أنا كنت شاكة فيك. أنا أسفة كمان مرة، ما تزعليش من كل اللي قلته. تأسفي على إيه؟ مفيش حاجة حصلت ولا أي حاجة. يعني حقيقي مش زعلانة؟ لا أبدا، هزعل من إيه؟ ما دام الحكاية اتعرفت يبقى مفيش أي داعي أبدا للزعل. خالص. أهو كمان عشان تعرفي إن أنا مش زعلانة. اللي زيك عنده قلب يخاف؟ انتي ده انتي ضيعي بلد. ليه كده يا سلوى؟ من اللي بتعمليه في الناس يا اختي؟ انا عملت ايه في الناس؟ قتلتي كمال وضيعتي عنتر. انا عايز اعرف ناقص مين بالظبط. عنتر حصل له ايه يا عنتر؟ استعبطي بقى، استعبطي وعمينك مش عارفه حاجه. سلوى اتكلمي، عنتر حصل له ايه؟ ابدا، حاجه بسيطه جدا، مسكوه وهو بيسرق خزنه نور عشان سيادتك بلغتي عنه، عملوا له كمين وبطل استهبال بقى يا الهام. انا ما اعرفش حاجه خالص على اللي انت بتقوليه ده يا سلوى، ما اعرفش حاجه خالص. شفت يا الهام، شريكك المحترم طلع حرام. اخرب عرض الراجل شريف، عمره ما هيكون حرامي ابدا. صفاء كانت هناك وهما بيمسكوه. صفاء؟ ايوه مدام الهام، انا اللي بلغت عنه. عرفتي الحكايه دي امتى؟ الساعة 12 بالليل. وانت ايه اللي وداك المحل امبارح الساعة 12 بالليل؟ هو اصلي اتكلمي. وعرفتي منين ان عنتر هيكون موجود في المحل الساعة 12 بالليل؟ عرفت انه هيكون موجود هناك الساعة 12 بالليل من عرفتي من مين؟ انطقي. من زيزي. زيزي قالت لي ان عنتر ما عادش معاه فلوس وانه هيسرق خزنة نور، فانا اللي بلغت عنه البوليس. زيزي تاني، ليه بتعمل فيا كده؟ ليه؟ مش كفايه اللي عملته فيا؟ كلكم ضدي، كلكم ضدي. انت ليه بتتصرفي لوحدك؟ ليه ما قلتليش قبل ما تبلغي البوليس؟ ليه؟ ما لحقتش. زيزي ما قالتليش وما بلغتنيش الا قبل السرقه بساعه واحده بس. برا، كلكم برا، برا، برا. ايه هبتي ده؟ انا عملت حاجه غلط. امال اللي عملتيه ده اسمه ايه؟ ها، انت مش شكرتني في المحل وقلت لي برافو عليكي اللي غيرك هنا دلوقتي؟ هي كلمه واحده من الهام تقلبك كده على طول. انا مش عاوزك تعرفي زيزي دي خالص. وانا اعرفها منين بس يا نور؟ ما هي زبونه في المحل. انا مش عاوزها تيجي المحل بتاعي، ولو جت هطردها. وانتي لو جت وانا مش موجود اطرديها. دي ست خطيره فعلا، دي حربايه بجد. نور تعالى يا نور، انا عايزاك ادخل. نور عايزاك ترجع لي عنتر تاني يا نور. انا هرجحهولك ازاي؟ مش المحل بتاعك هو اللي اتسرق؟ هو ما سرقش حاجه، كان حيسرق. خلاص روح اقول لهم كده في البوليس، واقول لهم ان البنت اللي بلغتكم غلط. نور الحقوا قبل ما يعترف. عنتر اتغدر بيه يا نور، الحقوا عشان خاطري. عشان خاطرك انقذ عنتر؟ عشان خاطرك؟ طب وخاطري انا اعمل فيه ايه؟ انا بحبك يا الهام، بحبك. نور بلاش الكلام ده دلوقتي، عشان خاطري هاتلي عنتر الاول. حاضر. السلام عليكم يا رجاله.
تزور عدل على السلام عم خليل هنتر والله وجمعنا تاني يا قمر لا يا اخويا لسه ما اتجمعناش بس زي ما تقول كده يعني في الطريق اليكم طب ما تتفضل واقف بره ليه لا انا اصلي خارج فسحة قلت افوت اسلم ايه اللي جابك يا عنتر انا في الحبس الاحتياطي لغايه لما يتحكم عليا نصب برضه لا المره دي خزنه يخرب بيتك خزنه لوحدها اه قلت هفضل طول عمري نصاب سيدات اترقى بقى بقيت حرامي خزن المهم انا عملت ايه في حكايتي ما هو كله عشان عيونك يا قمر يعني ايه انت عارف الخزنه دي كان فيها كام كام 130 ألف جنيه وخدتهم؟ لا كان فاضل دقيقة ويبقوا في إيدي وحصل إيه؟ البوليس طب عليا وخد الفلوس؟ لا ما كنتش لسه فتحت الخزنة طب البوليس عرف طريقك إزاي؟ هو ده بقى السؤال اتغدر بيا يا زمل مين بس اللي غدر بيك؟ واحدة منهم؟ أيوه البنت صفاء صفاء طب ودي ايه دخلها في الموضوع تكونش هي دي بقى حكايه عايزه قاعده اشوف وشك بخير استنى بس تشوف وشي فين ده احنا جايز ما نشوفش بعض تاني ليه هتقدم استقالتك من السجن دول هينقلوني من السجن ده على سجن تاني يا نهار اسود طب وبعدين هشوفك ازاي عارف بقى حكايه كده اتنيلت خالص طب وهيودوك سجن ايه نبي اخويا لسه ما قدمونيش الليست عشان اختار السجن اللي على كيفي وده وقت هزار يا نبيل عامل لك ايه ما انت بتسال اسئله تنرفز وبعدين كنا عايزين نبقى سوا ما هو انا كنت عايز اكلم يا عنتر اكلم مين بيل مامور عايزك يا نهار اسود البيل مامور مره واحده ابسط يا عم بقيت من عيال السجن يا اخي تنيل البيل مامور ده ما بيتعاملش غير مع اللي محكوم عليهم بالاعدام ازاي ناويين يعدموني سلام عليكم بقول لك ايه قبل ما يعدموك ابقى تعالى سلم ضروري يا اخويا نعم يا صفاء مدام إلهام أنا جاي عشان أعتذر لك وأرجوك تسامحيني أنا غلطت لا أنا ما غلطتش أنا كان قصدي أحافظ على نور وعلى المحل تعالي يا صفاء ليه عملتي كده يا صفاء انتي قلتي ان زيزي هي اللي بلغتك طب زيزي تقولك انتي ليه ما قالتش النور ليه اصل زيزي عارفه ان انا بحب نور ونور متسائل فيا عشان نور بيحبك انت يا مدام الهام وانت اللي مخلياه ما يبصليش خالص صفاء انا ما بحبش نور نور زي اخويا معقول احب اخويا ما هو لو ما كنتيش حضرتك في حياته كان حبني انا يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه يا صفاء عشان زيزي عارفه ان انا بحب نور قالت لي لو انت ظبطتي عنتر وهو بيسرق نور هيحبك ومش هينسلك الجميل ده ابدا صفاء زيزي دي خطيره جدا مش بعيد ابدا انها تكون عايزه تورطك مع عنتر ومش بعيد كمان انها تكون هي اللي قتلت كمال انت عارفه يا مدام الهام انا كمان شكيت فيها وقلت الكلام ده لعنتر بس هو ما صدقنيش معلش يا صفاء بكرة عنتر هيخرج من السجن وحتشوفي هيعمل فيها ايه ما هو نور قال لي ان هو هيخرجه من السجن عشان كده انا خايفة قوي مدام الهام خايفة العنتر ينتقم مني اصل بصراحة انا شتمت عنتر وقلت له يا حرامي ارجوك يا مدام الهام ارجوك تحميني منه ما تخافيش يا صفاء بس كل اللي انا عايزاه منك دلوقتي انك تبعدي خالص عن زيزي لا يا مدام الهام انا مش هبعد عنها
بالعكس، ده أنا هقرب منها أكتر وأكتر عشان أعرف كل أسرارها وأجي أقولها لك أول بأول. الحرباية دي مدام زيزي، تسمحي تجيلي لحظة؟ لا بقى، ما جيتيش ليه يا مدام زيزي؟ رايحة فين؟ أنا كنت عايزة أقفل الباب، أصله جايب هوا هوا كتير. أنا سبق وقلتلك إني ممكن أبقى قاتل في لحظة، والظاهر إن اللحظة دي جت. غدرتي بيا ليه؟ أنا ما غدرتش بيك يا عنتر. أمال اسمه إيه اللي حصل ده؟ أنا كنت عايزة أحميك. تحميني من مين؟ من القتل. أصل هي كانت عايزة تقتلك. هي مين اللي عايزة تقتلني؟ اللي قتل الكمال، الهام. تقومي تدخليني السجن؟ أنا كنت عايزة أبعدك عنها. طب إيه رأيك بقى إن الهام هي اللي قالت لنور إنه يكلم البوليس ويقول لهم إن مفيش سرقة ولا حاجة، وإن إحنا الاتنين أصحاب وكنا بنهزر سوا، وعشان كده النيابة خرجتني؟ انت دايما بتظلمني ليه كده بس يا عنتر؟ انا شفت مش انا قلت لك هي مش عايزاك في السجن، هي عايزاك برا علشان تخلص منك خالص. بس الظاهر ان انا هخلص منك، مش بايدي، لانك ما تستهليش ان انا اروح فيكي في داهيه. لا، انا هسلمك للبوليس، بس بعد ما تلمع الفلوس هسلمك للبوليس، وهسلمهم الاثبات والدليل على انك انت اللي قتلت كمال. المسدس ده اللي حضرتك بغبائك نسيتيه في درج مكتبك، كان لازم تتخلصي منه بعد الجريمة على طول، لكن هي الدنيا كده، ربنا ما بيسيبش حد. غلطة صغيرة تودي المجرم في داهية. عنتر انت دايما ظالمني، دايما. والمسدس ده كمان ظلمك؟ المسدس دهوت ده دليل براءتي. ايوه ده دليل براءتي. لو شفت البصمات اللي عليه هتحس وهتعرف ان انا بريئة. وباسبور في ريال المزور برضو دليل براءتك؟ باسبور في ريال ده هو حلقة جديدة في حياة كمال، في مسلسل كمال. هو انت حياتك كلها حلقات؟ لا، مش حياتي انا، حياة كمال. هو اللي طلع الباسبور ده هوت المزور علشان في ريال تسافر معاه وياخدوا الثروه كلها. انت بتاكلي بعقلي حلاوه؟ انت مش قايله لي ان كمال كان هيسافر مع سلوى، وانك انت طلعت له بتذاكر الطياره بنفسك؟ ايوه ده حصل، انا قلت كده. بس كمال لما عرف مشكله في ريال مع جوزها وانه مجنون، ايوه، وانها عايزه تطفش من البلد دي كلها وتهاجر، طلع لها الباسبور المزور ده هوت علشان تمشي وياه، وفعلا هي اللي كانت هتسافر وياه. لو انت شفت الباسبور هتلاقي بصمات كمال من ضمن البصمات عليه على الباسبور نفسه. يعني كان ناوي يخدع سالو. مظبوط. ويخدعك انت كمان. تمام. وعشان كده قتلتيه؟ لحد امتى هتظلمني؟ لحد الحقيقة ما تبان.
والظاهر ان الحقيقة خلاص قربت تبان، وساعة ما تبان الحقيقة هتبقى آخر حلقة في حياتك. وأنا بقى وراكي والزمن طويل. ألو؟ عندك؟ أيوة. أنا اتكلمت لك من الغدر بيك يا عم. مين اللي بيتكلم؟ لو جيت المغارة هتعرف أنا مين، بس تيجي حالا ولوحدك. لو جيت ومعاك حد هقتلك أنت واللي معاك. مين؟ ألو؟ ألو؟ أنا طول عمري بتجيلي تليفونات من ستات، إنما من رجالة دي جديدة. عايزاك تروح له المغارة. ايوه ولوحدي. واذا رحت له مع حد هيقتلني انا والحد. شفت زي ما قلت لك بالظبط، عايزه تخلص منك، عشان كده عايزه توديك هناك، لانها حست انها ابتدت تتكشف. هي مين دي؟ الهام. ده راجل اللي بيتكلم. ما انا عارفه. عرفتي صوته؟ طبعا لا. انا عارفه. مين بقى؟ نور. نور هو اللي اتكلم. شفت، عايزه تبعتك هناك. يا سلام، عايزه تبعتك هناك علشان تتقتل وتخلص منك، وهو كمان نور عايز يخلص منك لانه حس انك انت ابتديت تحب الهام. الظاهر المسدس ده مكتوب له انه ما يستعملش غير في المغاره. اديني مفاتيح العربيه. اسمعي، لو ما رجعتش تاني وصيتي اني ادفن مع كمال. عنتر، الظاهر ان انا هبتدي احضر للوصيه من دلوقتي. يا فرحتك. اهلا يا عنتر. خرب بيتك، تهربت من السجن ازاي؟ انا مش قلت لك انهم هيرحلوني وهم بينقلوني من السجن؟ العربيه اتعطلت، انتهزت فرصه تصليحها وهربت منهم. طب وليه ما قلتليش الكلام ده في التليفون؟ اقول لك ايه بس؟ اقول لك علشان الست الحربايه الخباصه اللي بتشتغل عندك تروح تبلغ عني؟ على رايك. وانت جبت الحاجات منين امال؟ الجلابيه دي؟ اه من عمر افندي، سرقتها من خيمه في الصحراء. يعني تفتكر كنت هروح اخطفها وانا لابس هدوم السجن؟ تخطفها؟ يا مين اللي تخطفها دي؟ مش انا خطفت؟ تعالى معايا. مش هي دي اللي بلغت البوليس وعملت لك كمين؟ يعني لولا الست صفاء الزفت دي ونزلتها كان زمان الفلوس في ايدينا. ايه رايك بقى في الكلام اللي بيقوله نبيل ده؟ يعني ناخدك نقطعك حتت ونرميك للديابه بره في الصحراء ولا حد يعرف عنك حاجه؟ ما تفك الهباب ده من على بقها، خلينا نفهم بتقول ايه. مؤاخذة قطعت لك الشراب. جيبها هنا بقى، قومها قومها، جيبها هنا. قومي قدامي. اتفضلي اتكلمي. اللي حصل ده غصب عني. زيزي، زيزي هي اللي سلطتني. أنا مش عرفني إنك أنت كنت هتيجي المحل
وفي الوقت ده زيزي هي اللي قالت لي بالتليفون. يعني ما بين حضرتك وما بين ست زيزي طاروا ال 130 الف جنيه من خزنه نور. وما خزنه نور بال 130 الف جنيه؟ ما هم كانوا فيها. لا لا ابدا ابدا. ازاي؟ زيزي اكدت لي ان الفلوس في الخزنه. ابدا ابدا. ونور هيجيب الفلوس دي منين؟ الهام قتلت كمال وسرقت منه الفلوس وديتها لنور عشان يشيلها في الخزنه. معقوله الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنتر؟ لو كان كلامك ده مظبوط كانت الهام سابتك في السجن. دي ضغطت على نور عشان يروح للبوليس علشان يقول لهم ان مفيش سرقه ولا حاجه. لو كانت هي اللي سرقت ولا قتلت كانت سابتك مرمي في السجن. والله الكلام معقول. كلام معقول ولا مش معقول ماليش دعوه. انا عايز الفلوس. معرفش. طيب معرفش صدقني معرفش. يمكن زيزي هي اللي تعرف. انا متاكده ان زيزي هي اللي قتلت وسرقت. انا مش قلت لك الكلام ده قبل كده عنتر؟ انا ما بقتش عارف اصدق مين. كلكم بتتهموا بعض. زيزي بتتهم الهام والهام بتتهم سلوى وسلوى بتتهم فريال وفريال بتتهم صفاء. طيرت برج من دماغي. كلكم بتكذبوا على بعض وكلكم بتتهموا بعض. عنتر انا يظهر خطفت البنت الغلط. انا كان لازم اخطف زيزي. ايوه بس انتي برضو هتفضلي زي الكلبة هنا لغاية انا ما اشوف طريقة اعرف اجيب بيها زيزي. لا يا نبيل البوليس دلوقتي مراقب كل حتة وبيدور عليك. انا ماليش دعوة بحد. انا هربان من السجن ويا قاتل يا مقتول. اذا ما لقيتش الفلوس هقتل البنات دي واحدة واحدة وانتي اولهم. لا لا لا. طب اهدى اهدى. انا عندي فكرة كويسة. احنا نسيب صفاء ترجع البلد تاني. ايه ده؟ اهدى بس اسمعني لغايه الاخر. نسيب صفاء ترجع البلد تاني وتتقرب من زيزي وعن طريق زيزي تعرف سر الفلوس. ايوه انا لسه قايله الكلام ده لمدام الهام. قلت ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها انا حغطي غلطتي مع هانتر باني اتقرب لزيزي واعرف سرها واكشفها. امتى بقى ان شاء الله؟ ها امتى؟ هو انا هربان من السجن في زنزانة علشان اتحبس هنا في مغارة؟ لا لا على طول تو ما ارجع. طب اسمعي نبيل ده بقى لا شفتيه ولا تعرفي عنه حاجة. طبعا طبعا. انا معقولة اجيب سيرته؟ ليه ما تجيبي سيرته؟ ما انا قلتها كلمة. انا هربان من السجن ويا قاتل يا برضو قاتل. وانا معقوله مستغنيه عن نفسي؟ فكها. اتفضلي اتفضلي. خدها معاك انت وانت نازل. يلا اسمع انت. بقولك ايه؟ انا جعان قوي. هجيب لك معايا حاجه تاكلها. وهات لي كمان بطانيه احسن الليل داخل والدنيا هنا بتبقى تلج. طيب هجيب لك بطانيه. انت في ايه تاني؟ بقولك ايه؟ انا نفسي اشوف سلوى. شوف سلوى ايه؟ انت اتجننت ولا جرى في عقلك حاجه؟ احنا مش لسه بنقولك محدش لا شافك ولا سمع عنك. لا كله الا سلوى. انا لازم اشوف سلوى. انت لازم تجيبها لي. ما اقدرش اجيبها لك. انا عارف البوليس بيفكر ازاي. انا معاشرهم دلوقتي قطعا مراقبين سلوى لانهم عارفين كويس قوي ان السجين الرومي اللي زي حضرتك اول حاجه هيعملها هيروح يشوف خطيبته. فابوس ايدك اخرج من نافوخي انت وسلوى بتاعتك دي. انا مش ناقصكم. طيب خلاص. بس لازم تسلم لي عليها. خلاص هسلمك عليها.
خليك هنا ما تتنقلش من هنا. بس انا لازم اشوف سلوى، ده انا عملت ده كله علشانها، لازم اشوفها حتى لو شنقوني، لو ضربوني بالرصاص، لازم اشوف سلوى، لازم اشوفها، لازم اشوف سلوى. شاي وبعدي عني دلوقتي. ايه في ايه؟ البوليس مراقبك. مراقبني انا ليه؟ انت بتخلص شغل الساعه كام؟ بعد يجي ساعه كده. عايز اقابلك بره البلد بعيد عن عينين البوليس. استنيني على اول طريق مطار، هجيلك هناك. هتوديني فين المره دي؟ هجيلك بتاكسي، تركبي زي اي زبون عاديه، مفهوم؟ طيب روحي جيبي لي الشاي دلوقتي. طيب لست حد مراقبك؟ لا. بص قدامك. عنتر اتكلم بقى، في ايه؟ ايه حكايه البوليس اللي براقبني دي؟ انا عملت ايه تاني؟ هي نفس الحكايه الاولانيه، جمال والفلوس ونبيل. تاني ما خلصنا من الحكايه دي خلاص. كمال انقتل، واللي قتلته اخدت الفلوس، ونبيل في السجن. نبيل مش في السجن. امال فين؟ بيدور عليكي. انت بتقول ايه؟ نبيل هرب من السجن وخطف واحده منكم، من المشبوه فيها يعني، وكان هيقتلها لولا ان انا خلصتها منه. مش هقولك على اسمها، لان الحكايه لو اتكشفت والبوليس عارف مكان نبيل يمكن يقتلنا كلنا قبل ما يتمسك. والبوليس بيراقبني ليه؟ لان البوليس عارف ان السجين لما بيهرب بيروح لاقرب الناس ليه، وانت اكيد اقرب الناس ليه، وده اللي حصل فعلا. انا لما شفت نبيل دلوقتي كان جاي لك، وانا اللي منعته. طب ونبيل هيجيني ليه؟ ما خلاص خرجني من حياته. اخر مره زرته في السجن قال لي روحي حبي واتجوزي اللي يعجبك. المره دي لا جاي يحبك ولا جاي يتجوزك، المره دي جاي ياخد الفلوس، الفلوس اللي دخلته السجن، الفلوس اللي خدتيها بعد ما قتلت كمال. تاني يا عنتر هتتهموني تاني؟ ما انا قلت لك كل حاجه يا عنتر. إلا فريال، ما كلمتنيش عن فريال. فريال عبد الواحد اللي كانت هتهرب المجوهرات بره الكمال، يعني كمال خلي بيكي، ولما انت عرفت الحكاية دي قتلتيه قبل ما يودي فلوس الجواهرجي. سكتي ليه؟
تفكري في حيلة تخرجي بيها من المطب ده؟ على كل حال لما تلاقيها ما تقوليها ليش انا، ابي قوليها لنبيل لما يجيلك. انا شخصيا عملت اللي عليا، حذرتك، وانت بقى بتصرفي مع نبيل. احب انزلك فين؟ لا ارجوك يا هنتر ما تسيبنيش. انا خلاص بعد نبيل ما طلع من السجن هو بقى اللي تولى موضوع الفلوس ده، ما هي فلوسه. هنتر من فضلك لو سمحت ودينا عند مدام الهام. وانت عايزه تروحي عند مدام الهام ليه؟ بس ودينا عندها وهناك هتعرف الحقيقه. يا عنتر، كنت متصورة ان انا هكون اول واحدة تشوفها بعد ما تطلع من السجن. معلش يا الهام، الظروف هي اللي اخرتني عنك. اتفضل. تعالي يا سلوى. ازيك يا مدام الهام. ازيك يا سلوى. ده انا اتضح لي كمان ان انا اخر واحدة انت تشوفها. اتفضلوا. الهام انت عارفة مسؤوليات شكلها ايه؟ وفود سياحية، طائرات طالعة وطائرات نازلة، مراكب في المينا، انا ما عنديش وقت اهرش. وبعدين انا عايز اتشكر لك على اللي عملتيه، عشان انا عارف ان نور ما كانش هيعمل كده من نفسه. انت اللي قلتي له يعمل كده، والا كان زماني قاعد في السجن سنتين ثلاثة. اهلا وسهلا يا سلوى. اهلا بيك يا مدام الهام. وان شاء الله بقى ناويين تقضوا شهر العسل فين؟ بره؟ عسل ايه يا مدام الهام؟ ما هو التاريخ لازم يعيد نفسه. انا كنت بتكلم مع سلوى في موضوع وبعدين قالت لي خدني لمدام الهام، فجينا لمدام الهام. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. انا فعلا جاية النهاردة عشان التاريخ يعيد نفسه. انا جاي بعنتر النهاردة عشان اعرفه حاجة بعد كده ما يفكرش فيا خالص. انت بتفكر فيها كتير قوي كده يا عنتر. ايوه بفكر فيها، بس مش بالشكل اللي انت متصوراه. عن اذنكم. شفت يا الهام؟ عنتر سرق المسدس بتاعي من الخزنه. اتفضل. مالك يا نور؟ انت اللي خدت المسدس بتاعي. اولا انا عايز اتشكر لك على اللي انت عملته معايا يا نور. ما تشكرنيش انا، اشكر الهام. لو علي انا كنت سبتك مرمي في السجن 100 سنة. الحرامي حرامي. نور، انا عارف رايك فيا كويس قوي يا نور، بس عايز اقول لك حاجه، رايك ده ظالمني. فين المسدس اللي سرقته من الخزنه؟ افتكر ان صفاء قالت لك ان انا ما فتحتش الخزنه بتاعتك دي خالص، مش لان البوليس طب عليا، لاني حتى لو كنت حاولت ان انا افتحها ما كنتش هعرف افتحها. انت عارف كويس قوي ان انا مش حرامي خزن، انا طول عمري نصاب سيدات. كنت، انما دلوقتي انت راجل شريف، وانا متاكده ان زيزي هي اللي اوهمتك ان انا اللي قتلت كمال وسرقت الفلوس واديتهم لنور عشان يشيلهم لي في الخزنه بتاعته. كلامك ده مظبوط. من امتى انا بدخل في عمليات حرام؟ نور، انا عارف انك انت راجل نظيف وما تعملش الحاجات دي. هو ده المسدس بتاعك؟ ما تلمسوش. هو جبته منين؟ الظاهر ان الخزنه بتاعتك ليها مفاتيح كتير قوي. المسدس ده هو اللي اتقتل بيه كمال. جبته منين؟ انا طبعا ممكن ادي البوليس المسدس ده، بس انا مش هعمل كده، لان ده هيدخلك في اشكالات مع البوليس وتحقيقات ومسؤولية قتل كمال، وأنا أصلي كمان ما بحبش أتعامل مع البوليس. أنا هحط إيدي على اللي قتلت كمال وهاخد منها الفلوس، وبعدين هرجع لك مسدسك وكل واحد فينا يروح لحاله. طب لقيت المسدس ده فين؟
سيبونا بقى من حكايه المسدس دلوقتي وخلونا نتكلم في الاهم. نبيل هرب من السجن. وكلمني في التليفون ورحت قابلته. نبيل بيقول ان هو هرب عشان ياخد الفلوس اللي اتسجن عشانها وانه يقاتل يا مقتول. ده كلامه. وفعلا خطف واحده من المشتبه فيهم وكان هيقتلها لولا ان انا تدخلت. طب هي مين؟ متاسف يا مدام الهام، مش هقدر اقول لك اي تفاصيل دلوقتي. نبيل عرف ان كمال خدع سلوى وانه كان ناوي يهرب بره البلد مع فريال اللي هي ليلى الممرضه. نبيل بيقول لي ان سلوى هي اللي قتلت كمال لما عرفت انه خدعها. لما انا واجهت سلوى بالكلام ده قالت لي خدني عند مدام الهام. وادحنا عند مدام الهام. مدام الهام، لحظة لما قتل كمال انا كنت فين؟ نور، لحظة ما اتقتل كمال انا كنت فين؟ كنت بتتغدي معايا. وبعدين فضلت معايا لغاية المغرب. متشكرة يا نور، انا عارفة انك عاوز تحميني، لكن ارجوك تقول الحقيقة. لحظة ما اتقتل كمال انا سبتك وعملت ايه؟ ارجوك تتكلم يا نور بدل ما الموقف يتأزم اكتر. المسألة لازم تتحل. سبتيني فجأة ومشيتي. وانت من زمان الحكاية دي محيراك وعمال تسألني انا سبتك ورحت فين، مش كده يا نور؟ ايوه يا الهام. انا لقيت كمال بيتكلم في التليفون مره مع واحده اسمها فريال وبيتفق معاها انهم يتقابلوا في ساعه معينه عند جواهرجي معين. طبعا رحت جري على الكافيتيريا عشان اقول لسلوى ان كمال خدعك وهيضحك عليكي وهيسافر بره مع واحده تانيه بالمجوهرات. ما انا كمان كنت عارفه حكايه سلوى دي، لكن للاسف سلوى ما صدقتنيش. بالرغم من كده اخدتها ورحنا عند الجواهرجي وقعدنا ننتظر كمال انه يجي ساعه واكتر، لكن للاسف ما جاش، لانه في الوقت ده كمال اتقتل. سمعت يا عنتر؟ انا جايباك النهارده عند الهام عشان تسمع الكلام ده بنفسك. سمعت يا نور؟ طب ليه ما قلتليش الكلام ده من الاول؟ ليه خلتيني اشك فيك؟ انا واخد بالي انكم انتوا الاثنين قاعدين تبصوا لبعض، يعني ارجو انكم ما تكونوش موضبين لنا مفاجاه جديده. لا، في الحقيقه انا ومدام الهام اتفقنا نروح نظبط كمال عشان نقسم معاه المجوهرات. ما انت عارف بقى الستات ضعاف قدام المجوهرات. اه، طب دلوقتي ولا انت يا الهام القاتله ولا سلوى هي اللي قتلت كمال. فعلا مظبوط كلامكم ده. كمال عارف بحكايتي مع جوزي المجنون الله يرحمه بقى، وكان دايما يهددني بيها، واتفق معايا اننا نهرب سوا بالفلوس طبعا بعد ما يحولها لمجوهرات. والتاني معاد مظبوط زي ما قلت يا مدام الهام، بس انا روحت في المعاد وهو اللي مجاش. ولا روحتي في المعاد لكن في المغارة وحصل اللي حصل بقى. انا معرفش حاجه عن المغاره دي وعمري ما روحتها،
انا مش كدابه وهثبت لكم ان انا مش كدابه. انا شفتك يا مدام الهام وانت عند الجواهرجي. انت كنت هناك؟ انا ما شفتكيش. ولا انا؟ لان انا ما دخلتش عند الجواهرجي، انا فضلت واقفه بره وما حبيتش ادخل لما يجي كمال، بس شفتك داخله انت وسلوى. حتى بالاماره مدام الهام كنت لابسه فستان بيج، وانت يا سلوى كنت لابسه فستان احمر. مظبوط مظبوط مظبوط. من اللي سمعته ده واضح انك مش انت يا مدام الهام، ولا انت يا سلوى، ولا انت يا فريال اللي قتلوا كمال. تبقى مين؟ نبيل. عنتر عنتر انت فين يا اخي من الصبح؟ ده انا ميت من جوع. الدنيا برد والليل داخل. كويس يا كلام كلام كلام، انا ما بسمعش غير الكلام، انما فعل ما فيش. المره دي بقى فعل. الهام وليلى وفريال وسلوى. سلوى؟ مالهم دول؟ ايه مالهم؟ ما تنطق. طلعوا اوت، مالهمش دعوه بالموضوع ده خالص. مش فاضل غير صفاء وزيزي، واحده منهم القتله. صفاء وعرفناها، يبقى مش فاضل غير زيزي. اه طب ما تشوف ما ايه انت بتبص لي انا كده ليه؟ لا عمتك اوعى تكون ناوي تغدر بيا. ايه هتروح في ايه؟ راجع لك تاني. طب اسمع، هات لي زيزي وانا هعرف اطلع منها الفلوس. ما لكش انت دعوه بالمساله. انت بس هاتها باي شكل تاني هنا وانا هعرف اخرج كل الفلوس اللي اخذتها مني، وحاسبين انهم 30,000 جنيه، وهنقسمهم حتى انا وانت مع بعض. مش انت عارف تجيبه، هات عليهم انت بقى. الباقي في حياتك يا زيزي. حياتك الباقي. حد ماتلك؟ ايوه. مين؟ ايه
انت. الله يرحمني ويحسن الي. تصور، تصور طول النهار قاعده ومتاكده ان اول خبر هيجي لي موتك في المغاره، في نفس المكان اللي اتقتل فيه المرحوم كمان. فنفذت وصيتك والبس الاسود. والله فيك الخير، بس انت غلطانه يا عزيزي. كان لازم تعرفي ان انا هتقتل بالايد اللي قتلت كمال. وريني ايدك كده. ايوه، هي دي نفس الايد اللي قتلت كمال. وعرفتها ازاي؟ اصل انا من كتر عادتي في السجن اتعرفت على قتله كتير وسفاحين كتير، وكنت دايما ابص في ايديهم. من هنا بقى عرفت الايد اللي تقتل من الايد اللي ما تقتلش. ومش خايف من ايدي؟ لا، لأن المسدس اللي اتقتل بيه كمال في جيبي. عنتر، أنت بتضيع وقتي ووقتك. ما بلاش نلف وندور على بعض كده. لا أنت هتوصل لحاجة من غيري، ولا أنا هوصل لحاجة من غيرك. ما تيجي نحط إيدينا في إيدين بعض زي الأول. أنا أحط إيدي في ايد واحدة قاتلة؟ لا، وامتى؟ بعد ما المسدس بقى في جيب والباسبور المزور بقى في الجيب التاني. ده انا لو سلمت الحاجتين دول للبوليس يعلقوكي من رقبتك في حبل المشنقة. بس انا بقى ما يهمنيش خالص رقبتك وحبل المشنقة. انا كل اللي يهمني الفلوس. رقبتي وحبل المشنقة. حلو، انت متأكد ان الحاجتين دولت في جيبك؟ طبعا متأكد. وريهم لي كده. اوي اوي. ادي المسدس، وادي الباسبور، وديتي الباسبور فين؟ اسمع، دي آخر فرصة هديها لك. لا أنت هتقدر توصل للفلوس، ولا أنا هقدر أستعملها. لا، ممكن، بس هتبقى صعبة عليا. طب وإذا قلت لك لا هتعملي إيه؟ ولا حاجة. هبقى أبعت لك من كل بلد أروحها كارت. فيك الخير. ميرسي. مساء الخير. أنا آسفة، يظهر إني دخلت في وقت غلط. أهلا يا صفاء. طيب، على إذنكم تفضل. هي دي القتلة ومعاها الفلوس. وانتي شرفك. بقول ايه يا عنتر، هي الورقة دي فيها ايه بالظبط؟ يوم ما سبتني هنا في المكتب وجريت لإلهام ساعة ما اتقبض عليها، انا طلعتها من المكتب لقيت كده أسماء وألغاز، ما فهمتهاش. هي ايه حكايتها بالظبط؟ دي فزورة بتسليني. وحلتها؟ تقريبا، فاضلها تكة وتتحل. انا بقى عارفة التكة دي، احلها لك؟ ايه رايك؟ انا شاطره. بص بقى، خليك هنا وما تتحركش،
انا بقى هروح اجيب الفلوس. انا عارفه هي مخبيها فين، بس اديني مفاتيح عربيتك يلا بسرعه. اجي معاكي؟ لا لا لا، اوعى تتحرك من هنا، وخليك مراقب زيزي احسن تيجي ورايا. انا بقى هرجع لك بعد ساعه واحده بس. ها اهلا يا زيزي. اهلا يا زيزي، ليه ما شفتنيش قبل كده؟ لا اصل كنت مروحه. ومالك مرتبكه كده ليه؟ انا لا ابدا وهرتبك ليه؟ مالك؟ لا ابدا، انا كنت جايه اعتذر لعنتر عن اللي حصل مني يعني. واعتذرتي له؟ طبعا. وهتعملي ايه دلوقتي؟ لا هروح بس. طب خديني معاك. عايز حاجه يا عنتر؟ ايوه. عايز ايه؟ عايزك انت. عايزني انا؟ ايوه. هنروح مشوار صغير كده احنا الاثنين. طيب ممكن يتأجل المشوار ده لغايه اما ارجع تاني. مش ممكن يتأجل لغايه لما ترجعي تاني. مع السلامه يا صفاء. طيب باي باي. افندم عايز ايه؟ انا وانتي هنروح نزور واحد صاحبي. هو صاحبك انت كمان، اسمه نبيل. نبيل؟ وانا ايه اللي هيخليني اروح السجن؟ لا ما اصله مش في السجن. خرج ازاي؟ هرب من السجن. فاكرة التليفون اللي كان جالي ده؟ هو ده كان من نبيل. وليه كده؟ هرب ازاي ده؟ وايه اللي خلاه يهرب؟ انتي. انا ليه؟ هرب علشان عايز يشوفك. يشوفك؟ قال لي تجيب زيزي وتيجي تقابلني. انا؟ لا. انا مش عايزه اقابله. الله، يعني ايه مش عايز تقابليه؟ الراجل خرج من السجن عشان يشوف فلوسه فين. فلوسه هو حر فيها. لا انا، هو عايز مني ايه؟ انا مش عايزه منه حاجه ابدا. هو عايز فلوسه، وبعدين حاجه من الاثنين، يا انا وانت نروح نقابله، يا اقول له يجي قبلك. تحبي اقول له ايه؟ مدام الهام؟ ايه مالك؟ مالك يا صفاء بتنهاجي كده ليه؟ تعالي معايا بسرعه. على فين؟ الزيزي خدت نبيل وراحوا يجيبوا الفلوس. مش قلتلك هي اللي قتلت كمال؟ يجيبوها منين؟ من مطرح ما هي مخبياها. انا بقى عرفت مكانها. تعالي معايا دلوقتي نروح نطب عليهم. طب لحظه يا صفاء. ايه ده؟ هتعملي ايه؟ هطلب عنتر. لا لا لا، ما هو عنتر راح وراهم، هو اللي بعتني عشان اجيبك. قال لي بسرعه يا صفاء روحي هاتي مدام الهام وحصليني. حتى بصي قدامي مفاتيح العربيه، العربيه معايا بره. يلا بسرعه مش هنلحق. يلا عشان نروح نلحقه. خليك انت، انا هرد على التليفون. الو، مين بيتكلم؟ اهلا يا سنور. ها؟ لا، مدام الهام خرجت، معرفش راحت فين. مين اللي بيتكلم؟ انا صفاء. يلا بسرعه. انت رايحه فين يا نسا سلوى؟ انا كنت مسافره المنصوره عند خالتي. من فضلك ما تسافريش، انا عندي امر من النيابه بانك ما تسيبيش البيت وكمان ما تسيبيش الشغل. بس انا خدت اجازه. احنا لغينا الاجازه بتاعتك. الله، طب ليه كده؟ من الواضح انك عرفتي بهروب نبيل، فاحنا اعتقدنا انك لازم تتصرفي كده. احنا عاوزينك تكوني موجوده. ازاي ده ممكن يقتلني؟ ما تخافيش، احنا محاوطينك بالحراسه كويس هنا في البيت وكمان في الكافتيريا بتشتغلي فيها. احنا عارفين ان هو هيحاول يتصل بيكي،
ومتأكدين إن إحنا همسكه عن طريقك. اعمل معروف، ده خارج من السجن وممكن يعمل أي حاجة. ما تخافيش، اطمني خالص، إحنا كفيلين بحمايتك. اتفضلي خشي بيتك، اتفضلي اتفضلي، ما تخافيش. برضو مش عايز تقولي؟ طوعني قولي، قولي يمكن أنا أفيدك. طب كنت بتتفق مع صفاء على إيه؟ اتكلم، هتبدأ أنت حر. ايوه 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 ايوه. الو، اهلا يا زيزي. صفاء ما جاتش بعد الظهر. بقول لك ايه يا نور، انت كان عندك مسدس في الخزنه بتاعتك، ما تعرفش راح فين؟ مين اللي سرقته؟ ما تعرفش؟ اللي سرقت المسدس بتاعك يا سنور هي اللي قتلت بيه كمال. صفاء كانت بتعمل ايه عند الهام؟ محمد، أنا هوصل مشوار وراجع على طول. اتفضل. آه يا راسي، آه.
ليه خبطتيني على راسي؟ ليه قيدتيني كده صفاء؟ ليه؟ كويس انك فقتي عشان اودعك قبل ما امشي. تمشي؟ هتسيبيني وتروحي فين؟ انا حسيبك تحصلي كمال. انا قتلت كمال بالرصاص، بس انتي هقتلك بطريقة تانية. وانتي يا صفاء اللي قتلت كمال. خليتكوا كلكوا تتهموا بعض وانا عمالة اتفرج عليكوا. كلكوا كنتوا مستهيفيني. انا صحيح اقل منكوا في كل حاجة، لكن طلعت اذكى منكوا كلكوا. ليه يا صفاء قتلت كمان؟ ليه؟ فرصة، والفرص قليلة في الدنيا. طب انا ذنبي ايه؟ تقتلني انا كمان ليه؟ شوفي بقى يا ستي يا حبيبة، انتي عارفة كويس قد ايه انا بحب نور مش سائل فيا ولا حاسس بيا. نور بيبص لفوق. انا عرفت بموضوع كمال والفلوس فقررت ابقى فوق. فضلت متابعه كمال في كل مكان يروحه لحد ما قفشته في المغارة وهو راح ياخد شنطة الفلوس من هناك. أنا كنت سرقت مسدس نور من الخزنة، وبطلقة واحدة كان كمال على الأرض. خدت الشنطة ورحت ماشية. لا قلت 130,000 جنيه أكيد هيخلوا نور مش بس يبصلي، يدوب في حبي. وبدأت أتكتك لنور، بصيت لقيت حضرتك رحت واخدة قلبه. أنا خدت حاجة يا صفاء، أنا عمري ما حبيت نور هو اللي طول عمره يحبني. أنا قلتلك نور زي أخويا كمان ومش ممكن أحبه أبدا. معرفش انتي حبيتيه هو حبك، مهم ان انتي اللي طيرتي نور مني. فقلت زي ما خلصت من كمال لازم اخلص منك. وبالباسبور ده تعالي لعبد الواحد
هسافر بيه. انا حطيت صورتي عليه وبقيت انا ليلى عبد الواحد. شوفي هبعت لنور عشان يجيني بره، واكيد هيجي عشان بقيت غنيه. شوفي عشان ما ندبش وما يقفشنيش البوليس، قعدت كل يوم اشتري برش، خاتم، ساعة، اسورة، لحد ما بقى عندي الشنطة دي. وبرا هرجع المجوهرات دي كلها بالفلوس زي ما كان كمال عايز يعمل. تمام، وبإشارة مني صغيرة هيجيني نور وهحبه بيحبني ونتجوز. حبيبي نور، انا عشان اعمل اي حاجه، اسرق، اقتل، احرق، أحرق. عشان نور يفضل جنبي وما يسيبنيش ابدا، مش هيسيبني ابدا. باي باي يا الهام. لا باي باي. لا لا لا. ما تتعبيش نفسك يا إلهام، مفيش حد هنا هيسمعك. يا لهام خرجت مني.
مستعجله ليه يا صفاء؟ بقول مستعجله ليه؟ ما تخليكي معانا شويه علشان تحضري جنازه الهام. طب تحضر ايه جنازتي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اقبض عليك. سيبت الوكالة يا جدع. يا خرابي، تصور انا افتكرتك ظابط بوليس بجد. لا يا سيف، اللهم اجعله خير وانا نايم حلمت ان ظابط جه. بل انت ايه الحلاوه دي؟ سيك ها؟ الله قوي. اه طريقه جديده في النصب يا عم. بس لو قفشوك جنايه احتيال شخصيه ظابط بوليس على طول. لا لا ما تخافش يا معلم، هتروح في داهيه يا الظاهر. ايه الحكايه عن طرمان؟ كل خير يا زمر، احنا جايين نستلمك علشان نرجعك من مطرح ما خرجناك. اياكش تكون فاكر انك انت هربت بصحيح. احنا اللي نقلناك من سجن لسجن، واحنا اللي عطلنا العربية، واحنا اللي ساعدناك عشان تهرب. بس بصراحة لما لقيت ان المسألة اتأزمت قوي وتعقدت وما بقيتش عارف احلها، فكرت في حل ان انا اهربك من السجن يمكن تساعد المشكلة. وده اللي حصل بالظبط، هروبك خلى القاتلة تتصرف بسرعة وتقتل الهام. ومين القتلة دي؟ صفاء. صفاء؟ مش معقول، وقتلت الهام؟ أنقذناها في آخر لحظة. طب والفلوس؟ أيوة الفلوس بقى، الفلوس استولينا عليها، إنما في شكل مجوهرات. على كل حال مش مشكلة، هنرجعها فلوس تاني وندخلها في خزينة الشركة اللي انتوا سرقتوها ولا كأن حاجة حصلت. صفاء، صفاء هي اللي قتلت؟ امال انا جبت دي اهبب بيها ايه؟ مين دي؟ لا مؤاخذة، تعالى معايا. اهي دي. مش انا قلت لك قبل كده تحط ايدك في ايدي علشان اوصلك لصفاء؟ انت ما رضيتش علشان توصل لها لوحدك بانانيتك يا حضره الضابط. رايه رؤوف عبد الخالق، انا كنت عايز اتشكر لك على كل خدماتك يا زيزي. شكرها قوي، انت اكتر واحده تعبتيني في القضيه دي. معلش. اتفضل. شكرا. ثانية واحدة عنتر. لا مؤاخذة حضرة الرائد، بس في شوية حاجات كنت خدتهم من مدام أمانة. أيوة اتفضلي حضرتك، الحاجات دي مش هتنفعنا في السجن. اتفضل. شكرا.
اهلا مدام الهام. اهلا عنتر. افندم انا مقدم رؤوف عبد الخالق. افندم معلش، مقدم رؤوف عبد الخالق ولا عنتر النصاب ولا شيف المنياوي بتاع استراليا؟ انا بحبك. انا متشكر قوي على الاحاسيس الرقيقه دي. ايه الكلام اللي انت بتقوله لي ده؟ امال فين الحب اللي كان بيننا؟ ما افتكرش ان كلام الحب اللي ممكن اقوله لست قاتله يبقى كلام صادق. انا ما طلعتش قاتله، انا طلعت براءه. وانا كمان طلعت متجوز. اعرفك على مراتي. اتفضل. اتفضل. اهلا اهلا، ازيك يا سلمى؟ حقيقي يا سياده المقدم حاجه ما تخطرش على البال. ما لو كانت خطرت على بالي يبقى انا فشلت في مهمتي. اه صحيح فعلا. اتفضلي. اتفضل. اهلا. مش عارفه بقى اقول لك مبروك يا عنتر ولا يا شريف بيه ولا يا سياده المقدم. وانا اقول لك ايه، ليلى ولا فريال؟ لا ليلى دي راحت لحالها في ريال، في ريال على طول. طب اتفضلي يا فريال. ادخل. اهلا 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 بسكرتيرتي العزيزه. اهلا اهلا. العفو العفو يا زينب. ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. اتفضلي. اتجمعوا الحبايب وما عادش حد غايب. انا بقى عايز اعزمكم انا ومراتي على العشاء. مراتي. اه انا ما قدمتلكوش لمراتي. ها عزه مراتي فريال، زيزي، سلوى، مدام الهام. اتفضل يلا بينا. اتفضل. اوكي يلا نحتفل ببراءتنا. ما انا كمان طلعت بريء اصلا. من تهمه النصب. اتفضل. اتفضل. الو. ايوه يا فندم. نعم ايوه. حاضر يا فندم، حاضر، هكون عند حضرتك حالا. شكرا. مفيش. انا متاسف جدا يا جماعه. ليه؟ العزومه باظت. سيادة اللواء طلبني في مهمة جديدة. مش مقصودة يا سلوى. ولا مقصودة يعني، معلش احنا متشكرين قوي قوي يا عم. يا سيادة المقدم. الله يخليك. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. خش يا عنتر. اسكت. اهلا يا زمن. والاخ قضيته ايه بقى؟ سرقة ولا نصبة ولا قتلة؟